الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محترم المقام قدر اسماء الله الحسنى وصفاته العلى جل جلاله مجاهد التقيه حضرت ابن شاہ زینب اور رضوان اور برادر عزیز حضرت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اگر بھی
तो हकीकत तो है, पहले हमें अल्लाह और उसके रसूल